السلام عليكم. في مشكلة قابلتني وقلت على طول اقول لكم الحل بتاعها. لو قابلك في مرة ودخلت عشان تعدل التاريخ والوقت لوقت انت حابب ان انت تعدله بايدك، ودخلت لقيت الشكل ده، ولا تقدر تعدل الدولة ولا تقدر تعدل التاريخ او الوقت، هترجع وتقولي طب انا هستفاد ايه اصلا، ليه ادخل اعدل التاريخ والوقت؟ كان في حلقة انا قبل كده شرحها، لو انت دخلت على الواتساب وحبيت ان انت تحذف جملة او كلمة انت قلتها لحد، وحبيت ان انت تحدد كلام معين وتمسحه ما بين محادثة بينك وبين شخص على الواتساب، وطبعا الفترة عدت عليها اكتر من اسبوع او اسبوعين او سنة، بكل بساطة في حلقة انا سايبها لك هتظهر عندك في الاي اللي فوق، وهسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن، اللي انت بكل بساطة تخش تعدل التاريخ والوقت في نفس اليوم اللي انت كنت باعت فيه الرسالة، ويكون طبعا الشبكة اوفلاين، ساعتها تقدر تمسح الكلام اللي انت كنت كاتبه على الواتساب. طيب المشكلة دي نحلها ازاي، وازاي اللي انا اقدر اعدل التاريخ والوقت بشكل يدوي؟ روح على الاعدادات وهتلاقي عندك اختيار اسمه سكرين تايم او وقت الشاشة. سكرين تايم ده ليه استخدامات كتير جدا، بعد كده هبقى اشرحه لك في حلقة. لو دخلنا على سكرين تايم ونزلنا تحت تختار اختيار واحد بس اللي هو تشينج سكرين تايم باسكود، غير الرقم السري لوقت الشاشة، هتضغط عليه هيظهر لك اختيار باللون الاحمر اغلاق وقت الشاشة، اضغط عليه ودخل الباسورد. بكل بساطة هتلاقيه اتقفل معاك، ولما ترجع على التاريخ والوقت هتلاقيه ظهر معاك اللي انت تقدر تعدل الدولة وكمان تقدر تغير التاريخ والوقت. بس كده حاجة سريعة، وحبيت ان اقول لك حل المشكلة دي. لو عجبتك الحلقة متنساش اللايك والسبسكرايب، وادخل عندي على المحتويات اللي فاتت، هتلاقي محتويات كتير هتفيدك وتفيد غيرك. اشوفكم على خير، كان معكم أسامة رستم، سلام عليكم.